وخلال أول أيام توريد القمح المحلي أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد تعليماته للمسؤولين وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية بمختلف المحافظات تيسير إجراءات تسلم الأقماح من المزارعين وفق الضوابط التي وضعتها الحكومة. وأكد وزير الزراعة خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين في الوزارة والبنك الزراعي والجمعيات التعاونية أكد بدء تسلم الأقماح وفقا للسعر المعلن من الحكومة وصرف مستحقات المزارعين في نفس اليوم أو خلال 24 ساعة. وأشار إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه كمرحلة أولى لبنك التنمية القمح من المزارعين.